نبتدي معاكم اهم تفاصيل اخبارنا في الصحافه مع مجله النادي الاهلي اللي قالت ان خاض النادي الاهلي بعد وصوله للجزائر مران خفيف في فندق الاقامه بسبب طول الرحله للقاهره او من القاهره للجزائر لمده 4 ساعات بالاضافه لرحله داخليه ثانيه لولايه بشار واستغرقت حوالي ساعه ونص بالطيران الداخلي وده اللي خلى الجهاز الفني ان هو يخوض تمرين خفيف تجنبا لارهاق اللعيبه وحذر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي اللعيبه من الاستهانه بفريق شباب تستورة لانه واحد من الفرق الحديثة في العهد الجزائري أو في الكرة الجزائرية في مشاركته طبعا في دوري أبطال أفريقيا وأكد عليهم أن الفريق الجزائري هيدخل اللقاء وهو متسلح بجماهيره وبطموح اللعيبة اللي عنده اللي طبعا عايزين أن هم يحققوا إنجاز يحسب ليهم بالفوز على العملاق الأحمر وأكد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية. نادي الأهلي بيواجه تحدي أكيد في الجزائر وهو التدريب على ملاعب الترتان واللي بتشهد مكان برضو إقامة المباراة ومن المخاوف الرئيسية عند الجهاز الفني والطبي لأنها ممكن تسبب طبعا إصابات لبعض اللعيبة ده غير كمان التحدي التاني وهو الجو اللي هناك والجليد أو الثلوج اللي بتتساقط هناك بقالها يمكن أسبوعين.